عايزين بس نروح سكايب. عندنا دلوقتي واحد من نجوم القارة السمراء، كان سواء كان لاعبا او مدربا مع منتخب تونس، ومشاركته في كأس العالم وتتويجه بكأس الأمم الإفريقية او في احترافه بالدوري الإنجليزي الممتاز مع أندية عديدة منها بولتون وبرمنغهام وساوثهامبتون، وكمان مشوار تدريبي رائع في اوروبا بعد ما درب شباب ساوثهامبتون ونادي هارتفورد، وحاليا بنهنيه طبعا على نجاحه في مهمة الإبقاء على سيركل بروج في الدوري البلجيكي. معنا كابتن رادي الجعايدي نجم الكرة التونسية مدرب فريق سيركل بروج البلجيكي. كابتن رادي بنرحب بيك، وطبعا معنا في الاستوديو مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي. السلام عليكم اخويا اسلام، بتشكر على ضيافتكم ليا، ويعني شكر كبير للكل ونسلم على المدرب سيسو اللي قاعد نتابع فيه ليا مده. وطبعا يعني نسلم على كل الاهلاويه اللي بتفرج علينا الليله. كابتن رادي، خليني في البدايه اسالك عن المدرب الافريقي سواء كان من شمال افريقيا او من جنوبها، وحضرتك نموذج افريقي كبير شغال في اوروبا، يعني شايف تجربه النادي الاهلي مع مستر بيتسو موسيماني ازاي؟ والله انا كنت واحد من الاشخاص اللي فرحت الحقيقه، لانه اخيرا يعني فريق كبير مثل الاهلي في افريقيا يعطي فرصه لمدرب افريقي متكون في افريقيا ويعني عنده الخبره في افريقيا، وهي يعني تحسب لاداره الاهلي اللي بتبيع كما قلت لك قاعد نتبع في الفتره الاخيره، يعني ثم دائما استراتيجيه وثم نوع من التخطيط يعني في كل تحركات يعني الاداره، وهذا يعني تقريب على المصريين وعلى الفرق المصريه، خاصه كما قلت لك الاهلي والفرق الاخرى كما الزمالك. لكن نرجع يعني لانتداب يعني مدرب كما بيتسو موسيماني، يعني هذه يعني حاجه جديده واول دوله في من نوعها، واعطتني كما نقولوا انا اعطتني يعني الانرجي يعني لاكمال المسج اللي حبيت نوصله عندما يعني خرجت لتكوين روحي كمدرب. ونعرف ان المدرب الافريقي نزلوا طريق طويل لكي يبرز يعني في خاصه في اوروبا، ولكن هذا الا بدايه يعني تعطي تحل البيبان المدربين الشبان والمدربين اللي عندهم يعني الامل باش يشدوا فريق كبير كما الاهلي في افريقيا. كابتن رادي، برضو عايز اسالك عن رايك في اداء النادي الاهلي، وانا عارف ان انت متابع جيد للنادي الاهلي، رايك في اداء النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني منذ قدوم بيتسو موسيماني وحتى الان، والحصول بقى طبعا على كثير من البطولات او اربع بطولات تحديدا خلال الفتره السابقه. الاداء بالنسبه لي انا تحسن، حتى ولو يعني نعرف الفريق الاهلي دائما يطمح للانتصار بالالقاب ويطمح يعني في بالطبع يعني تطور الفريق منذ خاصه مجيء بيتسو. ما ننساوش يعني بيتسو خذا الفريق في فتره يعني جائزه، وكان يلزم ينتصر يعني في مقابلات الشامبيونز ليج والانتصار بالشامبيونز ليج وذلك قام به، ولكن منذ الفتره هذيك بيتسو حط البصمه نتاعو وشفنا يعني الفريق تكون، اصبح يعني صعيب لعب ضد فريق الاهلي خاصه يعني بالخطط التكتيكيه اللي يلعبها وكل وكل تحركات اللاعبين في وسط الميدان. تفرجت قليل يعني في الماتش في المقابله الاخرانيه في السوبر كاب، شفت يعني ثم نوع من التوازن بين الخطوط، وشفنا يعني نوع من كما نقولوا يعني بالانجلش فليكسبيليتي معنا ما بين اللاعبيه، فليكسبيليتي يعني تكتيكلي، وبالطبع خلق الفرص والاستحواذ على الكوره، وخاصه استغلال المساحات التي يخليها يعني الفريق. وهذا كله يعني يرجع للمدرب
بالنسبه لي انا، لانه اعطاه يعني نوع من الكلتشر، يعني التقاليد جديده في وسط الميدان، واستغل الفرصه لتطوير اللاعبين فرديات يعني فرديا خاصه. طيب يعني بصفتك طبعا واحد من اساطير كره القدم التونسيه، المباراه القادمه يعني لسه حتى ما سالتش مستر بيتسو على هذا الموضوع، لكن المباراه القادمه مباراه الاهلي والترجي في نصف نهائي دوري الابطال، شايفها ازاي مثل هذه المباريات؟ الكل يعلم انها مباريات قمه ومباريات كبيره، شايفها ازاي؟ يعني هي مباراه بس تكون صعيبه من الجهتين، يعني مباراه ضد فريقين كبار، فريقين في افريقيا يعني الاثنين يدعوا يعني بالانتصار في هذه البطوله الافريقيه. نعرف يعني الفريق الترجي التونسي من الفرق اللي ممكن يعني يعطيه مشاكل لفريق الاهلي. انا حط برايي باش تكون مقابله تكتيكيه بحته، يعني خاصه ما بين المدربين، نعرف اللي فتسي ويعرف الترجي ومعين الشعبين يعرف الاهلي، وهذوما يعني وذية يعني يعطي نوع من التيه اخر للمقابله، حتى ولو المقابله في وسط الميدان باش تكون مقابله يعني شيقه، برشا انرجي، الانتنسيتي معناتها باش تكون كبيره ياسر، ولكن فما نوع من التكتيك والاستراتيجيه اللي باش تكون معناتها موجوده في المو... في ال... في ال... في ال... والمدربين يعرفوا بعضهم، وهذا يعني ما يعطي تشويق كبير للمقابله. تمام، انا بشكرك جدا يا كابتن رياض على وجودك معنا، النجم الكبير ونجم الكره التونسيه واحد اساطير كره القدم التونسيه كابتن رياض الجعيدي. اعتقد كلام مهم برضه وشكله حافظ الموضوع. Yeah, it's unbelievable to شيء لا يصدق لاسمع اسطوره كبيره زيه زي رياض الجعيدي، وانا يعني بكلمه كل احترام لانه صدمني ان اسطوره كبيره زي ده وبيمرن في اوروبا. I really feel humbled. أنا حاسس فعلا قد إيه متواضع. هو فاهم كمان طريقة لعبي كمدرب، أداء الخططي، وده حاجة كويسة جدا طبعا. He's very observant. هو مراقب جيد. I like what he's saying. وانا حبيت ارد اللي قاله. A different direction of Africa believing in Africans. ان فعلا في اتجاه كتير في افريقيا لازم جه الوقت المدرب الافريقي يظهر. I'm here. وانا هنا موجود في النادي الاهلي. I'm not only here to انا مش هنا بس عشان امر النادي الاهلي او عشان اجيب له القاب. My biggest responsibility. مسؤوليتي الكبيره هنا to my African brothers. لاخواني الافارقه في القاره. حد زيه برضه زي رياض، لازم نؤمن باخواننا، امكانيات مدربين اخواننا.